هم دائما يساعدون المرتزقة للوصول إلى أوكرانيا ولا يحاولون إنقاذ المدنيين والناس، بل إنهم يحتجزون أهالي المدينة والسكان. أما الآن فنلاحظ في هذه الظروف، نلاحظ أن أوكرانيا أصبحت بؤرة للمتطرفين والمرتزقة. طبعا ثمة بيانات رسمية، نحن لا نتحدث عن مصادر أخرى وعما حدث في الماضي في أوكرانيا. حوالي 7000 من المرتزقة الأجانب من 63 دولة في العالم هم ممثلون من مختلف دول بولندا وجورجيا وسواها من الدول والبلدان. القوات الروسية المسلحة دمرت أكثر من 1000 من المرتزقة، وأكثر من 1000 من المرتزقة استسلموا وعادوا أدراجهم، عادوا إلى تواجدهم الأولي. ونحن ننصح بقية المرتزقة وحوالي 4000 من المرتزقة من دول أخرى، ننصحهم بأن يحذوا حذو الآخرين الذين استسلموا وأن يعودوا إلى مراكزهم أو بالأحرى إلى دولهم الأم. Иностранных наемников из 63 государств, наиболее представлены в Украине. إذ لا يمكن التعويل على الدعم الحكومي، Польши, США, Канады, Румынии, Британии. وبالتالي هم سيتعرضون إلى الاتهامات. وثمة مبادرات من المتطرفين القوميين من كتيبة أزوف، وأيضا ثمة معلومات وصلت من وزارة الدفاع الروسية. أما الآن فوسائل الأعلام أيضا تتطرق إلى هذه الأخبار والمعلومات، والجهات الرسمية الروسية أيضا تتحدث عن كل هذه التقارير المحلية من جنوب شرق أوكرانيا. والآن هذه الأخبار والمعلومات تصل إلى وسائل الأعلام الغربية الرئيسية أيضا. بطبيعة الحال هذه الوسائل أو هذه وسائل الأعلام هذه لا تشعر أو لا تكون لنا أي مودة، وثمة معلومات بأنه تم استخدام منظومة يونيفاير لتدريب المرتزقة في كتيبة أزوف، وقد تحدثنا عن كل هذه المعلومات منذ فترة بعيدة وطوال 8 سنوات كنا نتحدث عنها. أما الآن فبعد مضي 8 سنوات وانطلاقا من الظروف الميدانية، فكندا قد اطلعت على هذه المعلومات بشأن المتطرفين والطلاب الذين كانوا يتبعون نظام الناتو، فإنهم استخدموا شرارات النازية وهم تابعون لكندا. أيضا ثمة معلومات سنقوم بتقديمها أثناء هذا الموجز الصحفي من أجل جذب اهتمام المجتمع الدولي. وأيضا كانت هناك تطورات أخرى في أوكرانيا ضد أهالي الدونباس، فالجميع تجاهلوا كل هذه الأمور، وأنا أقصد وسائل الإعلام. طلاب هذه الكتائب يحتجزون المدينة والمدنيين ويتخذونهم دروعا بشرية، وفي صفوفهم أيضا كثير من الأجانب. وحكومات هذه الدول تقدمت إلى روسيا لتقديم الدعم في تحرير هؤلاء الأجانب، هؤلاء الأجانب المحتجزين. من الذي يحتجز هؤلاء الناس؟ أولئك الذين كانوا يتدربون في دول الناتو. وبالنسبة لطلاب الناتو فإنهم
وأقصد عندما أقول طلاب من ناتو أقصد أنهم كانوا يتدربون طبقا لنظام حلف الناتو وعلى أيدي خبراء الناتو في أوكرانيا. والذين يشتبه بهم ويشتبه في ضلوعهم في النشاط التبعي بالنسبة لروسيا فهم يتعرضون لمضايقات ولتعذيب. طبعا كانت هناك أعمال غير مقبولة في الآونة الأخيرة وسوف يكون لنا تحقيق من أجل الكشف عن كل هذه الجرائم، جرائم الحرب التي ارتكبتها كييف بالتعاون مع المحكمة الدولية بشأن الأمور التي حدثت في أوكرانيا. يشارك في ذلك أكثر من 20 دولة في دونباس. بدأنا بجمع المعلومات بشأن جرائم الحرب المرتكبة من قبل مختلف الكتائب المتطرفة، وكل هذه الأدلة ستعرض على المحكمة. وأولئك الذين شاركوا في كل هذه الأعمال الوحشية سيعاقبون. أما فيما يتعلق بالبيانات لمنظمة الصحة العالمية فحوالي 18 مليون نسمة قد تعرضوا للمعاناة، وأكثر من 15 ألف طن قد وصلت من روسيا إلى كل هذه البقاعات أو المناطق من دونباس. ووزارة الدفاع الروسية تعمل دائماً على إرساء الهدوء من أجل إجلاء من يريدون مغادرة مناطق القتال والنزاع. لكن السلطات في كييف تحاول